السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم واحد الحلوى باردة يعني بدون فرن بثلاثة المكونات، لا غير يعني ثلاثة، ما تنزيدوا فيهم ما تنقصوا، وفي نفس الوقت كتجي لذيذة وتتجي زوينة. الصراحة تتجي زوينة زوينة بزاف. غادي ندوزو نشوفو المقادير. غادي نحتاجو هنايا 250 غرام ديال الكاكاوات بحال هكا، يا تيكونوا بلا قشره، انا خديتهم بلا قشره، يعني غادي نحتاج 250 غرام. انا عندي هنا اكثر، غادي ناخذ غير 250 غرام. كذلك 250 غرام ديال واحد البسكوي، اي بسكوي تتبغيو، غير مهم يكون يعني بالنكهه بحال هكا ديال الزبده باش تيكون بنين. انا عندي هنايا فيه 200 غرام، غادي نزيد 50 غرام. وغادي نحتاج نص كيلو ديال الشوكولا بلان كيف ما تشوفوا. كاينين عندي هنايا اللي كيبان لكم 5 ديال 100 غرام، يعني 100 و 100 200 300 400 و 500 غرام، يعني 200 غرام في 200 غرام تتعطينا 500 غرام ديال الشوكولا بلان. هذا الشيء اللي كاين. وكذلك غادي نحتاجو لي مول ديال السيليكون. انا عندي هذا الشكل هذا، غادي نستعمل هادو، عندي منهم جوج. وكذلك كاين هذا الشكل هذا حتى هو، يعني تيبقى هذا المول هذا يكون عندكم كما بغي كما بغى زعما يكون. غير واحد الحاجه كيخص تكون فيه هاد الحفيره هذه اللي تتبان لكم هنايا خارجه، باش هذيك الحفيره تنعمروها من بعد بالشوكولا كيف ما تتشوفوا. راه كاين عندي في هذا، وكذلك راه عندي حتى في هذا الا تيبان لكم بحال هكا، او راه تتبان ديك البومبيل داخل. المهم المول تيبقى على حساب كل واحد ويدير اللي بغا. وكذلك عندي على هذا الشكل هذا، المهم تقدو تستعملوا اي مول عندكم. حتى هذا راه تتبقى لنا هاد سميتو هذه حتى هي خارجه نعمروها بالشوكولا، ولا كذلك بحال هاد الشكل هذا اللي تيكون طويل. انا اليوم غادي نستعمل هادو بجوج، غادي نستعمل هذا وهذا، هادو اللي غادي ندير صافي. دابا غادي ندوز على بركه الله، غادي ندوز هنايا، غادي نعبر كما قلت لكم لي كاكاوات، وهادو لي كاكاوات غادي ندوزو باش نقليوهم في الزيت. كما قلنا 250 غرام. معنا 166، ناخذ هذا صافي. كيفما تشوفوا 250 غرام ديال هاد لي كاكاوات صافي بحال هكا. وغادي ندوز هنا عندي 200، غادي ناخذ 50 غرام ديال سميتو ديال البسكوي، غادي نزيد 50 غرام اخرى باش تعطيني 250 غرام في المجموع. وغادي ندوز نقلي داك الكاوكاو في الزيت، يعني في الزيت ماشي في الفران، ونحضيوه باش ما يتحرق ليناش، يعني اللون خصو يكون ذهبي، ماشي يكون هذا يعني محروق بزاف. غادي ناخذ 50 غرام، هيا صافي كيف ما تتشوفوا، هيا 50 غرام في المجموع 250 غرام. هذا الشيء اللي عندي هنا 200 غرام، انا زدت 50 غرام، و 250 غرام ديال الكاوكاو، ونص كيلو ديال الشوكولاط ابيض. صافي هذا الشيء اللي كاين. دابا انا غادي ندوز نحمر في هذا الكاوكاو كما قلت لكم في الزيت، يعني تحمر عادي، غادي نحمروه في الزيت صافي، ونتلاقاو بيد ما نحمرو ويبرد ليا نتلاقاو باش نطحنوا هاد المكونات. غادي نطحنوا البسكوي مزيان نيلو حتى يرجع بحال الطحين، وكذلك غادي نطحنوا الكاوكاو حتى هو خصو يتعلك لينا في مره في مره، ما خصوش يبقى فيه حتى شي مرصو، يعني تطحنا مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. صافي بعد ما حمرت لي كاكاوات كيف ما تتشوفوا بحال هكا، غادي يبان لكم اللون، يعني اللون موحد، ما كاينش شي وحده محروقه وحده لا، يعني بحال هكا ما خصناش نخليه عاوتاني يكون بيض باش ما يجيناش. انتم تشوفوا الحبه كيفاش دايره، يعني طايبه حتى من الداخل، تيجي طايب هكا زوين.
صافي دابا غادي ندوز كما قلت لكم عندي هنايا خمسة ديال هادو ديال الشوكولات، كل واحدة فيها 100 غرام باش تعطيني في المجموع 500 غرام، يعني انا غراضي بنص كيلو حيت عندنا نص كيلو ديال ما بين لي كاكاويط والبسكوي، 200 غرام و 250 غرام 250 غرام كتعطينا كذلك نص كيلو. دابا غادي ندوز انا ندوب هاد الشوكولا هذا، من الاحسن نديروه في باماري ما نديروش ميكرووند، لحقاش ميكرووند حيت ما غنديروا فيه لا زيت لا والو غيتحرق لينا، يعني الا ما ديناش معاه البال راه ضروري غيتحرق. غادي نديرو في الباماري انا احسن، غادي ندوز نحلهم ونديرهم في الباماري حتى يذوبوا لي، ومن بعد نعين على هاد لي كاكاويط حتى يبردوا لي شويه باش نتلاقاو باش نطحنوهم هما والبسكوي. دابا صافي انا خديت واحد لوغوبو بحال هكا، المهم فين تنطحنوا فين تنطحنوا هذا اللوز، وهذا غادي ندوز باش نطحن. غادي نسبق هاد الكاطو هو الاول كما قلت لكم خصو يتحل ليا مزيان بحال بحال يرجع بحال الدقيق، نخشي يبقاو فيه دوك المرصويات. صافي غادي نطحنو، صافي خصو يرجع على هذا الشكل بحال هكا كيف ما تشوفو بحال هكا، يعني رجع مطحون ما كنحسوش بشي مورصو بحال هكا ولا صافي. المهم غنكمل الكميه ديالي ديال البسكوي كامل ونتلاقاو باش نطحنوا هادو لي كاكاويط. صافي بعد ما كملت البسكوي في الطحين دابا دزت طحنت داك لي كاكاويط هكا حتى كيتعلق، حتى هو خصو يتطحن مزيان حتى كيرجع على هاد الطريقه هادي ما تيبان لكم، يعني تيبقى معلق صافي ما خصوش يبقاو فيه هو حتى هو كاع دوك المرصويات، يعني خصو يتطحن مزيان مزيان. صافي غادي ندوز نكمل حيت انا قسمتو على جوج، غادي نكمل كميه اخرى نطحنو، يعني نفس الطريقه غادي تطحن بحال هذا حتى كيتعلق مزيان، وكما قلت لكم الشكلاط راه تيذوب. صافي نتلاقاو باش نشوفو التتمه ديال هاد الحلوه اللي تتجي في الصراحه زوينه وتتجي لذيذه بزاف، بمناسبه عيد الاضحى ان شاء الله راه على الابواب، يعني غادي واحد يوجدها بحال هكا. صافي بعد ما ذوبت الشوكولاط كيف ما تتشوفوا اي راه سخون، صافي داب وطحنت لي كاكاويط والبسكوي. دابا غادي ندوز غادي نضيف هادو لي كاكاويط هو الاول، غادي نضيف هاد الكميه كلها هنايا، وغادي نبقى هاك غادي نبقى نحركو بحال هكا حتى يتحل ليا هاد لي كاكاويط تحلو لنا مزيان ما يبقاش مكور مع الشوكولاط. نخدمو شويه هكا مزيان، على فكره اللي بغى يضيف واحد شويه ديال النكهه ديال الكابيتشينو ولا ديال نيسكافيه ديروها، انا مهم بغيت نخليها هكا غير بالنسبه ديال الكاكاويط وديال داك البسكويت حتى هو تيعطي واحد النكهه زوين، انتما كتشوفوا يعني صافي بعد ما داك الكاوكاو صافي تحل لينا هنايا، غادي ندوز بقى نضيف هاد البسكوي بحال هكا شويه بشويه وانا تنحرك باش ندخلو في سميتو باش ندخلو في هاد الشوكولاط حتى هو. المهم انا غادي نكمل الكميه بحال هكا، فاش كنضيفو البسكوي راه دغيا دغيا هو ماشي بحال الكاوكاو دغيا كيتحل حيت ما مكركبش هو ما مكورش. صافي بعد ما خلطتو كيف ما تتشوفو صافي بحال هكا تيرجع، يعني ما غاديش يكون قاصح وما تيكونش جاري بزاف تيكون على هاد الكثافه هادي. انا غادي ندوز باش نعمرو هنايا في هاد نجيب الحلواني بحال هكا باش يسهل عليا نخويهم دغيا، واللي ما عندوش تقدروا ديروا غير معلقه، ولكن معلقه شويه تاخد الوقت، يعني هاد الطريقه هادي غادي نعمرو ونقطع من هنا باش نعمرهم دغيا دغيا قبل ما
قبل ما هذا الشوكولات تيبس لينا، يعني خصنا نسرعوا شويه في هذه المرحله هذه باش الشوكولات ما غاديش هذا يقصح لينا وما غاديش يبغي، يعني غادي نعاودو نردو فوق الباماغي وهذا باش نحلوه. يعني غادي ندوز نعمرو هنايا ونطلقه. صافي كيف ما تتشوفوا بعد ما عمرتو حطيت حدايا دوك الليمون ديال السيليكون، انا بديت كنعمر فيهم يعني هاد الطريقه هذه دغيا دغيا كتسهل علينا هذا المأموريه. انا ما غاديش نعمر هادو حيت هادو ديجا راهم كبار بزاف، ما غاديش نعمرهم حتى الفوق. صافي غادي نكملهم التعمار، يعني هاد الطريقه هذه كما قلت لكم سهله ما تتاخذش معنا الوقت، ومن ثم غادي نقادهم باش يتقادوا لنا. صافي بعد ما عمرت هادو غادي ندوز بحال هكا باش نقادهم. يعني غادي نضربهم غير بحال هكا صافي هما تيتقادو دغيا دغيا. صافي كنشوف هادي ما فيهاش بزاف، غادي نزيدها هنا شويه في هادي ما عمراش حيت ضربتها ما عمراش، وهادي حتى هي يعني هادوك اللي تنشوفوهم ما مقادينش تنزيدو فيهم شويه شويه ونعاودو نقادوهم. صافي باش يجيونا مقادين في التالي ما يجيوناش شي. صافي بحال هكا ونعاود نضربهم بحال هكا نقادهم. صافي كيف ما تيبان لكم هانتوما تتشوفوا يعني دابا راهم جايين مقادين كاملين. صافي المهم انا غادي ندوز هادو ندخلهم للثلاجه ونكمل التعمار الاخرين. صافي من بعد نتلاقاو ان شاء الله. صافي بعد ما عمرت الليمون ديالي كاملين كيف ما تشوفوا عمرت هادو بجوج هاد الحمر وكذلك حتى هاد القهويين هادو بجوج، وبقى ليا عمرت شي شويه من هاد شي حبات من هاد المول هذا اللي جاي هكا طويل. صافي المهم كما قلت لكم غادي ندخلهم الثلاجه يبردوا، ومن بعد ما يبردوا غادي نتلاقاو باش نشوفوا التزيين ديالهم. ديك الحفيره نورمالمون غادي ندير لهم غير الشوكولا بلان، واللي بغى يدير لهم الكراميل يدير لهم. المهم انا موجود عندي الكراميل والشوكولات، غادي ندير شويه كراميل شويه شوكولات ابيض ولا شوكولات كحل، داكشي تيبقى على حساب كل واحد. وفاش كما قلت لكم انا خليتها في ثلاثه المكونات يعني الشوكولات والبسكوي وهذا ولي كاكاوات، يعني ما بغيناش نزيدو شي حاجه نقولو نيسلي نقولو الكراميل ولا شي حاجه، يعني بقى تزين بالشوكولاط باش كنبقاو في ثلاثه نتاع المكونات. وصافي المهم غادي ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا ونتلاقاو ان شاء الله. صافي بعد ما خرجتهم من الثلاجه كيف ما تشوفوا انا هنا خرجتهم صافي راهم بردوا. هنا عندي ديك الكراميل اللي قلت لكم بالنسبه للتزيين ولا الشوكولا البيضاء، يعني عندي شويه ديال الشوكولاط بيض خديتها من قبيله، ولا مثلا هاد النيسلي هاد الكراميل بحال هكا تيكون موجود، ولا ديروا كراميل اللي كيتصاوب راني حاطاهم في القناه. المهم تيبقى ولا الشوكولاط اسود تيبقى تزيين على حساب كل واحد. غادي نجيو باش نديمولي هاد الكاطو هذا ديالنا بحال هكا كيف ما تشوفوا تيديمولا دغيا دغيا ساهل. صافي ما تحتاجش انتم كتشوفوا يعني هاد الحفيره هادي اللي هنا هي فاش غادي نعمروا داك الكراميل. صافي المهم انا غادي نكملهم نديموليهم كاملين. صافي ها الحلوه ديالنا بعد ما وجدات وزوقتها كيف ما تشوفوا بالشوكولاط ابيض، وهادو اللي هكا على شكل اوريضه درت لهم الشوكولاط ابيض، ودوك الاهرام درت لهم الكراميل.
وكذلك راه بقاو لي كيما قلت لكم هاد شويه ديال سميتو ودرت بهم هاد الشكل هذا حتى هو، يعني اللي عنده هاد النوع ديال هاد السيليكون يقدر يدير حتى هادو كيف ما تشوفوا حتى هما تيجيو زوينين. المهم تنبقاو نديرو هاد لي مول هادو اي شكل عندنا، ماشي ضروري شي شكل من هاد الاشكال، لا اللي موجود عندكم تقدروا ديروا به هاد النوع ديال الحلوه. بصراحه تتجي لذيذه بزاف وتتكل بارده، تنديروها ونديروها فواحد الباطه ونديروها في الثلاجه فوقاش ما بغينا ناخذوا منها كندوزو كناخذوا منها، والباطه الاخرى تنردوها للثلاجه. صراحه تتجي لذيذه تتجي زوينه، تيجي فيها واحد المذاق بنين، نتمنى تعجبكم. وبمناسبه العيد ان شاء الله توجدوها مع وليداتكم وبصحه وريحه، بصحه وراحه عفوا. والى فيديو مقبل ان شاء الله، باي باي عليكم.